حبيت اعمل هيك جو دراما. شو رايكم جيم اوف ثرونز؟ حبيتوها؟ وينتر از كومينج، الشهر الجاي ان شاء الله الموسم الاخير. اللي ما بيحضر جيم اوف ثرونز لهلا لازم يبدا يحضرها. السلام عليكم، هذا الفيديو حيكون فيه قصه ودرس وطلب. خلينا نبدا بالقصه. من وانا صغير وانا عندي عشق لكل انواع الموسيقى بكافه انواعها، سواء كانت الموسيقى عربيه، موسيقى كلاسيك، موسيقى هيفي ميتال وهارد روك. نعم انا تخيل فادي كنت بعشق وما زلت بعشق الهيفي ميتال والهارد روك ميوزك، لاتين ميوزك، هيب هوب، كل انواع الموسيقى. وبذكر وانا بسنه اولى من الجامعه حبيت اني انا اتعلم واكون دي جي. فرحت لصديقي ابراهيم، كان عنده مركز للاغاني والموسيقى بعمان اسمه نمبر 1 ريكوردينج سنتر، وطلبت منه انه يعلمني على الدي جي، وفعلا صار ياخذني اطلع معه اعراس ويعلمني كيف استخدم الاكويبمنت والمعدات وهي الاشياء، وبالاخر اخذني على نايت كلب عشان اعمل معه دي جي واتعلم هناك بالنايت كلب، كان اسمه روف توب، موجود كان بجبل عمان، وهو عباره عن نايت كلب ومطعم، فالناس كانت تروح على العشاء وبعدين بالليل يروح يقلب نايت كلب. فبتذكر مره طلب مني بوقت التدريب انه قال لي حط هيك ميكس اغاني اللي انت بتحبها للرقص، فانا تحمست على السريع رحت عملت اول ميكس لي حطيته وحطيت اغنيه هيب هوب، فراح على طول ابراهيم بيقول لي فادي لا لا على السريع كات غير غير، فانا غيرت. بعدين صاحب المطعم بعت واحد من القراصنه اجى بحكي له ابراهيم روجي بيسلم عليك وبقول لك حط اغاني زي البشر، فحكينا له اوكي ماشي الحال وراح. وطبعا هيك انه انا مش فاهم شو الموضوع، فقال لي فادي لا لا بدك تحط اغاني حلوه دانسينج يعني، فانا قلت له طيب، رحت غيرت حطيت اغنيه ثانيه وكانت برضو اشي زي الهيب هوب يعني هيك، بس كانت هيب هوب يعني كتير قويه يعني الثانيه هاي. فابراهيم قال لي لا بليز غير غير مره ثانيه وارجع ارجع على المكس القديم، ورجعت فعلا على المكس القديم. بعدين اجى صاحب المحل هذا روجيه وصار يصرخ وانه شو هالاغاني وشو هالمسخره هاي وهذا مطعم وبتعرفوا هاي الاغاني ما بتحطوها هون. المهم بعديها ابراهيم حكى لي شغله وهي كانت مربط الفرس من القصه كلياتها، قال لي فادي انه انا وانت بنحب الاغاني الهيب هوب بس مش كل الناس بتحب تسمع هاي الاغاني. قال لي لما تيجي على نايت كلب بهيك محل الناس العاديين واللي وبزوروا هاي الأماكن بدهم أغاني ينبسطوا يفرفشوا، فبدك تحط لهم إشي زي باربي جيرل، تحط لهم الأغاني اللي هم بيحبوها بدهم ينبسطوا واللي هي هلأ بتكون ترندنج. العبرة هون كانت إنه الدي جي الشاطر بلعب الأغاني والموسيقى اللي بدهم إياها الجمهور والزبائن، مش الموسيقى اللي هو برغبها، لا الموسيقى اللي هي على أذواقهم هم. على سبيل المثال بفيلم جلادييتر اللي انتج بسنه 2000 واللي حصل على عده جوائز اوسكار من تمثيل الممثل الاسترالي راسل كرو، في مقطع بتذكره لحد هلا بالفيلم بحكي فيها مع بروكسيمو اللي هو بكون السيد تبع المصارعين اللي هم بكونوا العبيد تبعونه، وبروكسيمو كان بحكي قاعد مع راسل كرو اللي هو ماكسيموس بالفيلم بقول له انا كنت مصارع زيك قبل هيك ولكني ما كنت احسن المصارعين لاني كنت اقتل الخصم تبعي من المصارعين بسرعه كتير، كنت افضل المصارعين لاني كسبت الجمهور. فقعد يقول له اذا انت بدك تحصل على حريتك win the crowd، اكسب الجمهور. Listen to me. Learn from me. I wasn't the best because I killed quickly. I was the best because the crowd loved me. Win the crowd and you'll win your freedom. وهي فعلا من المرات الشغلات اللي انا بتروح عن بالي وبنساها وبيفتقدها كتير ناس بيحاولوا يروجوا لمشاريعهم او لافكارهم. البائع الجيد والمروج الجيد بيستخدم الماده وبيبيع الماده اللي بده اياها الزبون تبعه، وهي كانت واحده من الاخطاء اللي انا حتى وقعت فيها بصناعه المحتوى. فعلى سبيل المثال بالفتره الاخيره انا كنت كتير اتطرق لمواضيع انا بحبها وبتهمني مثل المواضيع السياسيه، فانا فعلا عندي شغف خصوصا بعد ما نقلت على كندا وشفت كيف نظام الاحزاب، فصرت احكي كتير على مواضيع السياسه. ولكن اللي لاحظته من التعليقات والرسائل اللي اجتني من كتير ناس انه هاي المواضيع ما بتهمنا، خصوصا انه اكبر شريحه لإلي مش عايشين بكندا، فهاي المواضيع بتهم شريحه جدا بسيطه من العرب اللي بتابعوني بكندا. اضف الى انه موضوع السياسه بين العرب هو موضوع مثير للجدل، فاذا انت حكيت عن وجهه نظرك بسياسه معينة أو بسياسة معين يعتبروك أنك أنت واحد مطبل أو أنك عم بتحاول تكسب رزقك من دولة مختلفة مع الدولة تبعتك وقصص مثل هذا الحكي. لهذا السبب قررت أني أنا أكون دي جي شاطر. I'm gonna win the crowd وراح أوقف أعمل أي مواضيع إلها دخل بالسياسة، تحديدا المواضيع اللي كان إلها علاقة في سياسة كندا، إلا في بعض الأمور اللي جدا بسيطة اللي من وراها عبرة ومغزى. هذا لا يعني أني راح أغير المحتوى عشان المتابعين، لا، راح أنتقي الموسيقى اللي أنا بحب أسمعها واللي المتابعين بحبوا يسمعوها بنفس الوقت. Win the crowd. فيعني من اليوم وطالع بلا سياسة بلا بطيخ.
عم بموت انه نفسي اكمل القصة اللي كنت عم بحكي عنها تبعت رئيس الوزراء الكندي وقضايا الفساد في كندا، يعني من جوا بكون عم بغلي هيك انه بس اتسوكي معلش راح اضلني اقاوم عشان ما احكي بمواضيع السياسة مرة تانية ونحكي بمواضيع اجتماعية من خبرتي ومن رأيي الخاص على اساس انه نغني المحتوى العربي يكون ذو فائدة وذو مغزى ويكون كمان تعليمي وترفيهي بنفس الوقت من غير ما ندخل لا بالسياسة ولا بدين بعض الاحيان بعض الاحيان. فهاي كانت القصة وهاي كانت العبرة. بدي أركز على الإشي اللي بيطلبوه الجمهور، عشان هيك رح أطلب منكم جميعا أنكم تكتبوا لي بصندوق التعليقات إيش الأشياء والمواضيع اللي أنتوا حاسين لازم أتطرق لها بعيدا عن السياسة وعن الدين. ولكن أنا مدين لإلكم بإني أعمل فيديو ردا على أكثر من سؤال وتعليق ومداخلة إجتني إنه أنت ليش بتحكي على السياسة الكندية وبتنتقدها وما عم تحكي عن السياسة العربية وعن الحكام العرب. راح أعمل حلقة قريبا أذكر لكم السبب وراح يكون فيها عبرة جدا رائعة أتمنى أنها توصل من وراها. خليكم متابعين خلال الأيام القليلة القادمة. والنقطة الثالثة هلأ اللي بدي أغطيها هو موضوع الطلب. أنا بحاجة لكم. الشهر الجاي راح أبدأ رحلة قد تستغرق بضعة أسابيع. راح أنطلق من بنما في أمريكا الوسطى توجها إلى كولومبيا، إكوادور، بيرو وبوليفيا، وراح أقوم بتصوير حلقات ومحتوى في هاي الدول اللي أنا راح أكون فيها. اللي أنا محتاجه منكم إنه أنا بدي ناس تكون عندها خبرة في صناعة المحتوى، سواء كانت في التصوير، في استخدام برامج الإيديت والمونتاج مثل أدوبي، أدوبي أفتر إفكتس، أدوبي بريمير، أدوبي فوتوشوب، إلستريتر وكل هاي البرامج، جرافيك ديزاين، كتابة، بحث، إنك تدور على مواضيع وتدور على قصص، كوميونيكيشن، ناس تستلم مواقع التواصل الاجتماعي وتبلش إنها تقعد تنزل منشورات وتنزل كتابات على أساس إنه القناة تظلها مستمرة بأنها تطرح مواضيع ومحتوى عشان نبدأ نكبر ونتعاون مع قنوات كبيرة. مع العلم إنه هذا الطلب هو ليست وظيفة ولا طلب للهجرة إنك تيجي تشتغل من كندا، راح يكون كله ريموتلي عن طريق الإنترنت، وهذا التعاون قد يكون واحد من أهم الأسباب اللي هو راح يخلي القناة تكبر وراح نقدر نوصل لجمهور أكبر. فرح أطلب من أي حد عنده اهتمام في صناعة المحتوى وحابب يكون جزء من هاي المنصة وهاي المحطة تبعتي وهذا العمل اللي أنا عم بحاول أعمله، فيك تبعت لي السيرة الذاتية تبعتك على الإيميل اللي مبين على الشاشة وتبعت لي رابط لبعض الأعمال اللي أنت قمت فيها، فيديوهات، مونتاج وأشياء زي هيك. إذا أنت بتعرف أي ناس أرجو أنك تشارك معه هاي المعلومة وتطلب منه أنه يبعت لي على الإيميل اللي مبين على الشاشة. إذا في ناس أنت بترشحهم من صانعين محتوى عرب برضو تواصل معهم وابعت لهم واحكي لهم انه كمان خليهم يتواصلوا معي عشان يكونوا جزء من هاي الرحلات. راح احاول بهاي السفرة اني ابحث عن قصص ومواضيع ملهمة، قصص كتير مهمة انه نقدر نطرحها ونسلط عليها الضوء من الثقافات الاخرى. بتمنى انه الاقي في منكم دعم والاقي في ناس حابين انهم يكونوا جزء من هاي المبادرة وهذا المشروع اللي انا بدي اطلقه، واتطلع اني يوصلني هاي السيرة الذاتية تبعت الشباب والبنات الموهوبين من الجالية العربية بكل العالم على اساس انه نبدا نتعاون مع بعض. اسمعوا هاي الأغنية، عملت ليها واحدة من صديقاتي المتابعين للقناة، عملت لي هاي الأغنية عشان أقدر أستخدمها لما أعمل فيديوهات إلها دخل بمواضيع الهجرة ومعلومات ودليل عن كندا بشكل عام. اسمعوا بالله وأعطوني رأيكم. دوم تك تك دوم تك تك أنا فادي دليلي قال لي هتسافري دايما يحكي لي وبصدق فادي أنا فادي فادي دليلي. شفتوا ما شاء الله صوتها شو رائع وحلوة هاي المقدمة صح؟ صحيح ما قلتولي شو رأيكم بالبلوزة الجديدة تبعتي؟ شفتوا؟ فادي أديداس فاديداس ها؟ قوية صح؟ راح أترك لكم الرابط تبع هاي البلوزة وكل البلايز الثانية في صندوق الوصف تبعت عاش الملك تبعت لينين وتبعت بلا سياسة بلا بطيخ، وفي كتير بلايز راح تضلها تنزل راح أضلني أنزلها دائما في صندوق الوصف. بتمنى من الجميع اللي قادر على إنه يشتري هاي البلايز إنه يشتريها لأنه هاي البلايز في إلها جزء من الربح بيجي للقناة. بتمنى إنه إذا أنت عندك القدرة إنك تشتريهم إنك تروح تشتريهم. وكمان راح أترك لكم الرابط تبع صفحة الباتريون تبعت القناة. هاي الباتريون هي عبارة عن صفحة بيقوموا الناس اللي بتدعم صانع المحتوى بدفع مبلغ معين زي كانها اشتراك شهري على سبيل المثال. أنت بتحدد المبلغ اللي أنت بدك إياه وهذا المبلغ بيتم استخدامه على أساس إنه يساعد صانع المحتوى في تطوير المحتوى تبعه والقناة. فبتمنى اللي قادر إنه يشتري هاي البلايز أو يدعم على الباتريون بكون كتير شاكر لكم. ما تنسوكم تعملوا لايك للفيديو وتنشروا لكل الناس اللي أنتوا بتعرفوهم اللي حاسين إنه هم عندهم اهتمام وقد يكونوا جزء فعال بهاي الحملة اللي أنا بدي أطلع فيها هلا، وتعملوا سبسكرايب على قناة اليوتيوب وتفعلوا جرس التنبيهات وبشوفكم بحلقة قادمة إن شاء الله. إلى اللقاء.